أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت إماما بالناس في صلاة العشاء، وأثناء التشهد الأول تذكرت أني على غير طهارة، فانصرفت عن الصلاة وأخلفت أحد المصلين يكمل الصلاة بعدي، فما حكم صلاة المأمومين وهل فعلي صحيح؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ولو أنك أمرتهم ينتظرون توضأت ورجعت إليهم، أو قلت للي بعدك يبدأ الصلاة من جديد لكان أحوط، لو أنك أمرتهم بالانتظار حتى تتطهر، أو قدمت واحد يستأنف الصلاة من أولها، هذا أحوط بلا شك، وخروجا من الخلاف. نعم.